بسم الله الرحمن الرحيم. ودلوقتي احنا موجودين قدام بترونوس في ماليزيا. بترونوس هو برجين كانوا يعتبر اعلى برجين في العالم. ما بينهم زي ما انتم شايفين في النص كده في ممر بيوجد ما بين الاثنين. طبعا المكان ده في تحت الاكواريا، وده عباره عن متحف يعتبر متحف مائي، وده يعتبر المنظر الاول لماليزيا. زي ما انتم شايفين هتلاقوا مجموعه من ناطحات السحاب موجوده بشكل ضخم. طبعا كل يوم هنا بيتعمل الناطوره الراقصه مع مجموعه من الموسيقى زي ما انتم شايفين هنا بالظبط. تمام. طبعا المولين دول مساحتهم كبيره جدا جدا، تمام، فيها مجموعه من المطاعم ومجموعه من المحلات الشهيره جدا. على سبيل المثال في محل هنا ايطالي بيبيع شنطة صغيرة كده بوريكم شكلها ب 124,000 أو تقريبا ب 24,000 رينجت. لا تقريبا ب 24,000 رينجت. زي ما انتم شايفين المنظر ورايا عامل ازاي، زي ما انتم شايفين مجموعة الأبراج، زي ما انتم شايفين البرجين دول في منتهى الجمال، وكانوا الوقت قريب جدا جدا كانوا يعتبروا أعلى برجين في العالم. وطبعا الشكل ده لو انتم شايفينه في كل حتة دول رمز ماليزيا. ان شاء الله نشوفكم في شرح تاني او في فيديو تاني. يمكنك